تعالوا بقى ايه، بصوا دي الصلصه الجبنه الكريمي. لا يعني حطيت الصلصه على بعض، بس الصلصه والجبنه الكريمي اهو، والكريمه تمام، ومكعب المرق والبهارات والبابريكا والملح والفلفل والثوم. انا بقرب الحاجات اللي انا هستخدمها في الصوص والمكرونه اهو. هبدا بقى احط شويه زيت كده اهو، انا هرفع بس كرات الكفته دي لحد ما نجيب الباقي اهو كده. شويه الزيت دول هبدا احط عليهم الثوم المفروم. انا هعمل الصوص ده بالثوم مش بالبصل، انا البصل حطيته في الكفته، لكن الصوص ده انا هعمله بالثوم بالشكل ده كده. هبدا انزل بعد ما الثوم يتحمر كده شويه، هبدا انزل بالصلصه. بصوا اهو كده تمام كده بالشكل ده، وابدا اقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط مكعب المرق. ممكن ادوبه بس قبل ما احطه كده عشان ما يبقاش ما انا لقيته يعني محتاجين ندوبه شويه، بحب ادوبه شويه ميه لحد ما الميه تسخن كده. احط شويه بهار مشكل، شويه بابريكا اهو، وشويه ملح بسيط عشان احنا هنحط مكعب المرق، وفلفل اسود. يبقى البهارات اللي انا حطيتها بابريكا وبهار مشكل وملح وفلفل اسود، وهحط مكعب المرق. وطبعا هنحتاج حوالي كوبايه ميه كده ولا حاجه عشان يعني نفك شويه كمان الصلصه اللي عندنا. اهو نكمل كده، نحط بقيه الكفته كده بالشكل ده لحد ما الميه تسخن كده، وابدا ان انا ادوب مكعب المرق اهو. لسه ما حطيتش الجبنه الكريمي ولا الكريمه بالشكل ده كده اهو، ونقوم ايه حاطينها على النار. الكفته بتاعتنا ايه تستوي. بصوا احنا مش مشمعينها في الثلاجه ولا اي حاجه، ومع ذلك بصوا الكور اللي هي اتحمرت حلوه جدا، ولا فكه ولا اي حاجه. اهم حاجه دايما، عشان دي المشكله اللي بتجيلي، الكفته بتفك مني، يبقى الكفته خشنه، الكفته نفسها اللحمه المفرومه خشنه، او الفرمه اللي انت فرمتيها خشنه، لازم عشان ما تفكش تنعمي على الاخر. حتى الحواوشي يا جماعه لازم تنعمه خالص عشان يبقى مفرود كده، وتبقى حته اللحمه جوه الحواوشي حته واحده كده. فمهم قوي ان انتوا تعملوا ده. تعالوا بقى نلم بس الحاجات اللي مش عايزينها. اه دينا صباح الفل، ازيك يا دينا؟ دينا ازيك؟ انا دينا، دينا حاولي طب تكلمينا حبيبتي. بصوا هحط المرق اهو بالشكل ده، هدوب كده مكعب المرقه في شويه ميه كده كده. طبعا احنا محتاجين نزود شويه ميه للصلصه اهو بالشكل ده كده، هزود ميه كمان اهو بس كده. يبقى احنا كده حطينا الثوم، حطينا عليه الصلصه، حطينا ملح وفلفل وشويه بابريكا وشويه بهارات مشكله ومكعب المرقه زي ما انتوا شفتوا كده، وقلبت كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى دلوقتي احط الجبنه الكريمي، او لو عايزين جبنه بيضة برضو نوع معين انتوا بتحبوه تقدروا ان انتوا تضيفوه. هحط كده الجبنه الكريمي عندي، الجبنه الكريمي عندي ممكن بقى تحطوها باي طعم انتوا حابينه، يعني بتدي طعم حلو جدا. بصوا بتدوب بقى في الصلصه كده كلها اهو، وببدا بقى ايه احط شويه كريمه كمان مع الجبنه الكريمي، بدوب كده كله. اجيب ويسك احسن عشان اتاكد ان كله بيختلط مع بعض اهو بالشكل ده. بصوا
جبنه كريمي اهي كلها دابت في الصلصه، وهبدا بقى اضيف شويه الكريمه اهو بالشكل ده. مدام احلام صباح الخير. اهلا يا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ مش عارفه اكلمك في غياب امبارح، يعني زودت في غياب شويه، في غياب امبارح. ايوه في غياب، ما انا بقول لهم بجد، بقول لهم يعني لازم تزودوا الخطوط شويه. يعني افضل ماسكه الرضايل وافضل واعمل، مفيش فايده. معلش ايه ده عايزين نكلمك كل يوم. الله يخليكي يا حبيبتي. حاضر. ازيك يا حبيبتي؟ وزي مامي. الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل والله. الحمد لله. تسلم تسلم ايديكي، عملت العيش خرافه بجد. ايه رايك؟ طلع حلو. حلو حلاوه. أيوة. ابني فرحان جدا. عملتي انهي واحد؟ عملتي الطري ولا عملتي الاثنين؟ عملت الاثنين. انا بالنسبه لي بصراحه حبيت اللي هو اللي ماسك نفسه اكتر من الطري. انا بحب حلو قوي والله. الاثنين حلوين. الاثنين حلوين حلوين. ايوه يعني، بس في ناس ممكن تحب ده وناس تحب ده. متخيله لا يعني ان هو هيطلعوا كده. طعمه رائع ده حقيقي. قوي 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 يعني. تعبناكي معانا حبيبتي والله. خالص خالص والله. طلباتكم واوامر. بكره بقى عاملين حلقه عن الشوفان. الله. بكره كامله برضو عن الشوفان. سوري عندي يعني وكده. لا خلاص اتفرجي علينا بكره بقى لازم. لا ان شاء الله باذن الله. شوفي انا عشان ما باكلش لحوم خالص. اوكي. النهارده عامله لهم مكرونه بشاميل وبانيه فراخ وكده وسلطه. تمام. عامله ليا بقى المكرونه بشاميل بتاعي في قالب كده بخلطه البيتزا. حلو جدا. يعني عاملاه بالخضار. حاجات البيتزا كلها واحطها ليا. حشوه خضار يعني. حلو قوي. اه بعمل كده. تحفه. انا ليا بقى طلب عندك. طبعا اتفضلي. عايزه عندك اسره البرنامج تطلعيها مره معاكي. حاضر. شويه كده 5 دقايق. حاضر. عينيا. نفسي اشوفهم. حاضر حاضر. عينيا. وسلامي ليهم كتير قوي. عينيا حبيبتي. انا ممكن اصورهم لك النهارده. انزلهم. هصورهم النهارده وانزلهم لك لحد ما يطلعوا معايا حلقه. بس كده يا ريت بجد. نفسي اشوفهم قوي قوي يعني. حاضر. هم كمان نفسهم يشوفوا حضرتك. واكيد بجد. واكيد يعني. ان شاء الله حضرتك اكيد هتشرفينا مره باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. ان شاء الله. لينا الشرف يا حبيبتي والله. حبيبتي شكرا يا حبيبتي. تسلمي. شكرا. بصوا كده الصوص الوردي بقى الجميل. نبدا نحط بقى المكرونه بتاعتنا اهو كده، وندي بقى تقليبه كده حلوه كده اهو. بصوا بقى الصوص، بصوا جمال الصوص واللون بتاع الصوص. كريمي جدا وتحفه وطعمه بقى فظيع. ميكس كده ما بين الكريمه والجبنه والصلصه في منتهى الجمال اهو. بصوا الصوص كريمي ازاي. لما هاتلي الطبق ماشي حبيبي. نغرف هنا. تمام. تعالوا نحط بقية المكرونة دي. الصوص حلو عندنا كتير. حطوا بقى أي نوع مكرونة أنتوا حابين تستخدموه تقدروا تعملوا كده. مفيش مشكلة خالص. مفيش نوع مكرونة معين. براحتكم خالص. حطوا اللي أنتوا عايزينه. أهو كده. أهو كده ندي تقليبة. بالشكل ده. أهو. حلو قوي كده زي الفل. تعالوا بقى ايه نقدمها مع شويه الكفته دي. انا بحب في الاخر كده اقوم حاطه نقطه ميه كده اخد كل البهاريز اللي في الكفته وادي كده تقليب عشان كلها تبقى لون واحد اهو. كلها كده ايه تدخل مع البهاريز اللي نازله من الكفته اهو. حلو قوي كده. تعالوا بقى نغرف المكرونه بتاعتنا. نوسع كده الدنيا. طب لو انا مش عايزه استخدم كريمه ممكن نبدل نحط نعمل معلقه زبده كده بمعلقه دقيق بلبن. انا ما عملتش دول عشان استخدمت مكانهم الكريمه. تعالوا نجيب طبق التقديم ونشتغل على طول فيه بالشكل ده كده. بصوا بقى الصوص كريمي ازاي اهو كده بالشكل ده كده. نبدا نوزع بقى المكرونه بتاعتنا ونبدا كمان نحط عليها الكفته بتاعتنا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بصوا اهو هبدا ادي تقليبه كده للكفته.
اجيب حاجه اشيل بيها. اهو بصوا ادي تقريبا كده في كل السوائل دي، وابدا احط ايه الكفته كده في النص. ممكن على فكره تعملوها في طاجن وتدخلوها كمان الفرن شويه لو انتوا حابين يعني، وممكن برضو تدخلوها في طاجن وتحطوا جبنه من فوق الوش وتحمروا الوش لو انتوا يعني حابين طرق مختلفه، او يعني مش عايزين تقدموها كده فممكن برضو ان انتوا تعملوها بشويه جبنه كده في طاجن، هتبقى حلوه قوي. احط كده كفته بالشكل ده، ممكن كمان تعملوها على فكره بكفته الفراخ، ممكن تبدلوا اللحمه بكفته بفراخ. اهو شويه الصوص ده بقى هبدا احطه كده من فوق هنا، ده كل البهاريز اللي نزلت من الكفته اهو بالشكل ده اهو، بتخلي بقى طعم المكرونه كمان حلو قوي اهو، مرقه كده ايه طبيعيه. هجيب شويه اخضر كده بسيط خالص، نكسر كده اللون بيه بس كده زي الفل، شويه مخلل مش محتاجين اكتر من كده اهو.